السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل ان شاء الله باب الكومبورتمنتا. كنا واقفين عند صفحة 309 عند الجزئية اللي هي قدامكم، لي اوتينتي تبولي دي الاستراط، الناس التانيين الضعفاء اللي هم بيستخدموا الطريق، اللي المفروض انت تعمليه تجاه الضعفاء دول. اول حاجة نراها بيقول بزونيا اسري بروتينتي، لازم دايما تكوني منتبهة كواندو تشيسونو. في حالة لو في ايه بقى اكون منتبهة امتى؟ اللي هم الانتيكاباتو اللي هم المعاقين، ديزابلي ديفرسامنتي ابلي، اللي هم التلات كلمات دول يا جماعه اللي هي بتيجي فيها كلمه المعاقين في الكتاب كله. لازم دايما تكوني حذره ومنتبهه ليهم جدا، وطبعا لهم اولويه هم عشان ظروفهم الخاصه في حاجات كتير جدا بالنسبه للاشارات والوقوف والباركج والحاجات دي كلها. طيب وايه كمان تنتبهي لايه؟ للبامبين، الاطفال الصغيرين، الانسياني، انسيان اللي هم العواجيز او المسنين، تنتبه لهم جدا لان ردود الفعل بتاعتهم بتبقى ضعيفه او النظر بتاعهم او اي حاجه ما بيبقوش منتبهين زينا. تشينكي كون باستوني بيانكو، اللي هم ما بيشوفوش او اللي هم يعني النظر بتاعهم مش موجود، معاهم العصايه لونها ابيض. انه سيمبري لابريشيدنس، بقولك هم دايما بيحتوى على حق الاسبقيه، على طول عندهم الاولويه، لان ادم ماسك عصايه بيضاء وماشي كده تعرفي ان هو يا عيني اعمى مش بيشوف. في الحاله دي لازم توقفي وتدي له الاولويه لان هو مش شايف العربيه عشان يوقف لك. السوردو اللي هو اللي هم طبعا الصم اللي هم مش بيسمعهم، اتشينكي الصم والبكمي، الصم والعمي عفوا، الاثنين دول اللي هم كون الباستوني بيانكروس، ومعهم العصايه بقى البيضاء فاحمر، بتبقى بيضه فاحمر الاثنين دول. بتقولي بيقول دايما انه سيمبري لابريشيدنسا، هم دايما طبعا معاهم بردك حق الاولويه على طول، لازم تقف لهم وتستني لما هم يعدوا. ايه كمان ادونا ان ستاتو دي جرافيدانسا، الست اللي هي حامل، اتشي ان تشينتو كي اسبيتونو ونا بامبين، اللي هي حامل يعني هم مستنيه طفل، طبعا ليها حق الاولويه والاسبقيه ان انت بتنتبهي لها جدا وانت وهي ماشيه. رالينتاري هتهدي السرعة، انكي سي سي لا بريشيدنس، حتى لو انت معاكي الاولوية والاسبقية لازم بتهدي السرعة. سي نون اتشيد دانو لا بريشيدنس، اذا هما ما ادونيش حق الاولوية بزونيا فيرمارسي، في الحالة دي لازم انا اقف بالنسبة لكل الحاجات اللي احنا شايفينها قدامنا دي، العواجيز الانسياني والست الحامل والبامبيني والابلي المعاقين، كل دول لازم انا انتبه لهم اثناء ما هم معديين. نقرا بقى يا جماعه الضمضات بتاع الجزئيه دي قدامكم، حتى الصور بتاع اللي هم اللي مش بيشوفوا منهم فيدي، بتبقى العصايه بتاعتهم بيضه، وقلنا اللي هم السوردي اتشينكو اللي هم العصايه بتاعتهم ابيض فاحمر، اللي هم مش بيشوفهم ولا بيسمعهم. دايما طبعا انت ساعه ما تشوفي حد ماسك العصايه دي توقفي طبعا وتستني لما هو يعدي الطريق لان هو مش شايف. طيب اول ضمانده في الجزئيه دي بتقول بوزونيا اوزاري ماجوري بريدنسا، مفروض انك بتستخدمي اعلى حذر وانتباه ليكي. ني كونفورنتي كونفورتي، بيقولك تجاه ديلا البرسوني ديفرسامنتي قبل، اتجاه الاشخاص اللي هم المعاقين دايما بتكوني حذره منتبهه ليهم. بوزونيا اوزاري ماجوري بريدنسا، برضك بتبقي حذره منتبهه. ني كونفورتي كونفورنتي، تجاه ديلا البرسوني انتياني، تجاه الناس اللي هم المسنين او العواجيز بتنتبه لهم. بزونيا او جاري ماجوري بريدنسا، برضك بتبقي حذره ومنتبهه. ني كون فورنتي، تجاه ديلا البامبيني، تجاه الاطفال كي اترافيرسانو لاستراد، اثناء ما هما بيعدوا الطريق تكوني منتبهه جدا ليه. المجموعه الزرقاء اللي بعدها بتقول كواندو لا بيرسوني انتياني اترافيرسانو الكراجاتا، بيقولك لما يجي يعدي شخص مسن يعدي الطريق، بيقولك بزونيا تينيري بريسنتي كي بوتريبري نون فاري ادجواتا اتنسيوني الفيكول، بيقولك لازم تنتبه لهم جدا عشان هم ممكن ما ينتبهوش للعربيات اللي هي معديه. بزو كواندو لا بيرسوني انتياني اترافيرسانو لا كاراجاتا، لبرضك لما يجي شخص مسن يعدي الطريق، بيقولك في الحاله دي بزونيا تينيري بيرسنتا، لازم تنتبه لهم كي بتريب عشان ممكن فيرمارسي امبريفيزامنتي، ممكن يقفوا بطريقه مفاجاه. امبريفيزامنتي هيقفوا فين؟ قال تشينترو ديلا الاستراده، في نص الطريق مره واحده كده، تلاقي واحد عجوز مثلا او مسنه واحده وقفوا مره واحده في وسط الطريق، رجليه مثلا يعني وقفت او ايا كان السبب، ففي الحاله دي لازم انت تنتبه لهم وهم معديين. بعدها بيقول كواندو لا بيرسوني انسيانو انسياني اترافيرسانو لا كاراجاتا، برضك لو في شخص مسن بيعدي الطريق.
بيقولك بوزونيا تينير برسنتي كي بتربي، برضك لازم تكوني منتبهة ليهم عشان ممكن نون جوارداري ني ديسترا ني سينسترا، ممكن ما يبصوش او يبصوا بعينيهم على الناحية اليمين او الشمال، يعني يمشي يعدي الطريق من غير ما يبص شمال ويمين، فانتي دايما كوني منتبهة للموضوع ده. بعدها بيقول كواندو لا بيرسوني انتياني اترافرسانو لا كاراجاتا، لو في شخص مسن برضك بيعدي الطريق بزونيا تينيري برسنتي كي لا داتا، بيقولك لازم تنتبه لهم برضك لان هما داتا لورو ات، عشان هما عندهم نون ريجوانسكونو برونتامنتي ديلا سيتواسيوني دي البيروكولو، بيقولك يعني عشان انتباههم للخطر او ردود الفعل بتاعتهم للخطر بتبقى متأخرة، ما هي زينا يعني بياخدوا وقت اطول على ما ينتبه للخطر اللي هو بيكون موجود قدام. طيب بعدها كواندو لا بيرسوني انسياني اترافرسانو لا كاراجاتا، برضك لو في شخص مسن بيعدي الطريق بيقولك نوم بزونيا افيتشينارسي تروبو، مش مفروض ان انتي تقربي منه قوي، كون لا الفايكولو بالعربية يعني ما تقربيش قوي منه بالعربية، بير ايفيتاري عشان تمنعي كيسي سنتانو إيه ميكاني ميني ميني تشيتاتي اي راجستاكانو كون الموفمنتي بيركولوس، بقولك يعني عشان هما ما يحسوش ان في خطر او ردود فعل عندهم بتبقى خطر موجودة، يحسوا انه في خطر مقرب منهم او ردود الفعل بتاعتهم يحسوا انه في حاجة خطيرة مقربة منهم، فعشان كده بقولك نون افيتشينارس تروبو ما تقربيش منهم قوي يعني. لا بيرسوني انسياني كي اترافرسانو لا كاراجاتا، لو في شخص مسن برضك بيعدي الطريق بيقولك سونو اسبوستو دي المارجينا بيريكولو بيركي، بيقولك يعني ان هم ساعات بيحسوا ان هم بيبقى في خطر في المنطقه دي وهم بيعدوا الطريق، بيركي لا لورو الكابتشيتا فيزيفا، بيقولك الرؤيه او الفهم بتاع الرؤيه بتاعتهم او يعني نظرهم بيبقى قليل اوديتيفا نون سونو بيو اتشولينتي، يعني بيقولك ان القدره البصريه بتاعتهم او البصر بتاعهم ما بتبقاش مظبوطه او القدره السمعيه بتاعتهم ما بتبقاش زي ما هي مفروض تكون عليها، يعني نظرهم ضعف وسمعهم ضعف فمش منتبهين للعربيات اللي هي مقربه عليهم، فعشان كده لازم تبقي انتي منتبهه وحذره ليها. لا بيرسوني انسياني كي اترافرسانو لا كاراجاتا، لو في شخص مسن برضك بيعدي الطريق بيقول لك سونو اسبوستو دي ماجيوري البريكولو، بيقول لك ان الخطر بيبقى اكتر عندهم بيبقى اكتر عرضة للخطر، بيركي عشان ايه بتربي فالوتاري مالي لافوليتشيتي، عشان ممكن يقيمهم السرعة بتاع دلة الفايكولو كي سوبرا جون جونو، العربية اللي هي مقربة عليهم او جاية ناحيتهم هيعملوا فالوتاري مالي الا الفولوتشيتا، يعني هيقيموا السرعة بطريقة ما هيش كويسة او بطريقة غلط، يعني مثلا واحد كبير وعنده قوة التركيز او ردود الفعل قليلة في عربية قريبة منه هيقول لا ده العربية دي بعيدة اوي لسه وانا شايفها بعيدة عني والسرعة بتاعتها مثلا جاية بالراحة، لو هي جاية بسرعة وما هو شايف كويس او منتبه كويس فطبعا بيقيم سرعة العربية بطريقة مالي بطريقة غلط يعني، فعشان كده بيقول لك الخطر بيبقى ماجوري البريكولو بيبقى الخطر بالنسبة لهم اكتر يعني. طيب تحت منها الجزئية اللي بعدها دي بتاع الكونديتشنتي دي اخر جزئية الزرقاء، بيقول لك الكونديتشنتي ديفي فيرمارسي السواق لازم يقف اي داري لابريشيدنسا البدوني وهيدي او يعطي الاولوية للاشخاص نون فيدنتي اللي هم مش بيشوفهم كون الباستوني بيانكو اللي معهم العصاية بيضة كيسي اتشينجونو اد اترافيرساري لاسترادا، اللي هم هيبداوا ان هم يعدوا الطريق حتى لو هم فوري ديلا الاستريتشا بدونالي، حتى لو هم بره الخطوط بتاع المشاه وبيعدوا في وسط الطريق كده في اي حته ما دام هو معاه العصا دي يبقى هو مش شايف، يبقى لازم انت اجبار لازم توقفي وتستنيه لما هو يعدي. الكونديتشنتي ديفي فيرمارسي السواق لازم يقف اي فاتشيليتاري اترافيرسامينتو بيسهل عبور البدوني نون فيدنتي، ان المشاه اللي هم مش بيشوفوا تسهل العبور بتاعهم او ان هم يعدوا الطريق كون الباستوني بيانك كل ما معاهم العصايه البيضه كي اترافيرساري لاسترادا، يعني اثناء ما هم معديين الطريق فوري ديلا الاستريتشا بدون حتى لو هم بره الخطوط بتاع المشاه.
Il conducente deve dare la precedenza ai pedoni e السواق لازم يدي الأولوية للمشاه non vedenti اللي هما مش بيشوفهم con il bastone bianco اللي هما معاهم العصاية بيضة che attraversare la strada اللي هما بيعبروا أو بيعدوا من الطريق fuori della striscia pedonale حتى لو هما برا الخطوط بتاع المشاه anche se non accompagnato da una can guida حتى بيقول لك يعني لو ما كانش معاهم مصاحب لهم يعني الكان اللي هو الكلب بتاع السواقة اللي بيبقى معاهم ده عشان بيمشي وراه يعني بيبقى حافظ الطريق يعني الكونديشنتي ديفي فيرمارسي بير بيقولك ان السواق لازم ان هو يقف بير كونيتشيديري لا بريشيدنس عشان يدي او يعطي الاولويه البدوني سورديتشيكو اللي هو يعني ما بيسمعش وما بيشوفش كي يكون الباستوني بيانكو اوروسو اللي هو معاه بقى العصايه الحمراء في الابيض اترافيرسار الاسترادا حتى لو هو بيعبر الطريق فوري ديلا الاستريتشا بدونالي بره الخطوط بتاع المشاه حتى لو ماشي في وسط الطريق لازم توقفي له لان هو مش شايف اصلا لا خطوط ولا غير الخطوط الكونديتشينتي ديفي داري لبرشيدنسا السواق لازم يدي الاولويه الا البدوني يكون الباستوني بيانكو للمشاه او الشخص اللي هو معاه العصايه البيضه اللي لونها ابيض او البيانكو روسو او اللي معاه العصايه ابيض في احمر كي اترافيرساري الاسترادا اللي هم بيعبروا من الطريق انكي سي فوري ديلا الاستريتش حتى لو هم بيعدوا من بره الخطوط دي اون اترافيرسامينتو بدونات بره الخطوط اللي هي مخصصه بتاع المشاه حتى لو هم بيعدوا بره الخطوط دي في الحاله دي برضك لازم انت تقفي وتديهم الاولويه الجزئيه اللي بعدها الصفحه اللي بعدها يا جماعه 311 بتقول الكونديشنتي ديفي فيرمارسي كواندو السواق لازم يقف في حاله اونا بدوني نون فيدنتي في حاله لو في شخص مش بيشوف كون الباستوني بيانكو ومعاه العصايه البيضه دي كون اتشينجو اد اترافيرساري الاسترادا لو هو هيبدا ان هو يعدي او يعبر الطريق ايفيتاندو دي فيرناري بروسكامنتي السواق يمنع ان هو يضرب فرامل بطريقه مفاجاه ممنوع بير نون اس بيفينتارلو عشان انتي ما تفزعهوش ما تعملوش سبيفنتارلو يعني عشان ما تفزعيش او تخوفي الشخص اللي هو مش شايف ده وماشي ماسك العصايه انتي ما تضربيش فرامل بطريقه مفاجاه بعدها بيقول لك انفيتشيناندو اتفيت انفيتشينانسا دي اونا اترافيرسامينتو بودناري بيقول لما بتقربي من المعبر بتاع المشاه الكونديتشينتي ديفي كونسيدرالي السواق لازم يحط في اعتباره كي لا بيرسوني انسياني ان الاشخاص المسنين دول سولينتامينتو اترافيرساري لينتامينتو ان هم يعني هيعدوا او هيعبروا الطريق ده ببطء وبالراحه ايه كون ديفيكولتا يعني وهيلاقوا صعوبه اثناء ما هم بيعدوا يعني بيبقوا ماشيين على مهلهم كده واحده واحده فلازم وببطء فلازم السواق يحطوا في اعتباره الموضوع ده ويستناهم ويبقى صبور عليهم يعني بعدها بيقول انفيتشينانسا دي اونا اترافيرسامينتو بودونالي لما بتيجي تقربي من خطوط المشاه او معبر المشاه الكونديشنتي ديفي كونسيدراري لازم برضك السواق يحط في اعتباره كلا راتسيوني ديلا البامبيني بيقولك ردود الفعل بتاع الاطفال او الانتباه بتاع الاطفال كي اترافيرسانو سونو امبيفيردابلي اي كويندي بصنو تشيرك البريكولو بيقول لك ان الاطفال دول لازم تتوقعي منهم ان هم ممكن يكون في خطر اثناء ما هم موجودين في المنطقه دي يعني فلازم انت تنتبهي ليهم ممكن يجري بطريقه مفاجاه او يرجع لورا بطريقه مفاجاه لان ده طفل فلازم دايما تتوقعي اي حركه او اي حاجه ممكن الطفل يعملها انفيتشينانسا دي اونا اترافيرسامينتو بودونالي برضك لما بتقربي من معبر المشاه بيقول لك الكونديشنتي دي في كونسيدراري لازم السواق يفهم او يفكر ويحط في اعتباره كي البامبيني ان الاطفال بتربي ممكن افنزاري سولا الاستريتشا بير بوي تورناري انديترو بيقول لك ان هم ممكن يرجعوا بطريقه مره واحده يعني يرجعوا لورا امبريفيزامنتي بطريقه مفاجاه سينسا موتيفو ابارينتو يعني من غير يعني بدون سبب يعني مثلا الطفل معدي اهو من على المعبر بتاع المشاه الاترافيرسامنتي ومره واحده يقوم جاي راجع تورنارين ديترو امبريفيزامنتي يعني يرجع لورا بطريقه مفاجاه مره واحده كده بدون سبب فدايما تكون انت منتبهه وطبعا منتبهه لاي حركه طفل بيعملها
بعدها بيقول ان فيتشينانسا دي اونا اترافيرسامينتو بودونالي، لما بقرب برضك من المعبر بتاع المشاة بيقول لك الكونديتشينتي ديفي كونسيدراري، السواق دايما لازم يحط في اعتباره كي البيدوني ان سبيتشالي موضة البامبيني، بيقول لك المشاة وخاصة الاطفال بصنه سبكاري ام برافيزو ممكن يطلعهم او يبانوا بطريقة مفاجئة ترى ما بين ايه الفيكولو باركجاتو، ما بين العربيات اللي هي واقفة، يعني الطفل بيبقى صغير وقصير كده مش باين، فممكن تلاقيه خارج بطريقة مفاجئة ما بين العربيات اللي هي بتبقى واقفة باركجو، فدايما انتبهي للموضوع ده وانتي سايقة. طيب المجموعة اللي تحتها بتقول كواندو في سونو بامبيني فيرمو الا السيمافرو، بيقولك لو في طفل واقف عند الاشاره، بيقولك بزونيا اوزاري برودينتي مفروض ان انتي بتنتبهي، بيقولك ان كوانتو بتربي عشان ممكن اترافيرسالي امبريفيزامينتي لاستراد، عشان ممكن الاطفال دول اللي هم واقفين عند الاشاره يعدوا من الطريق بطريقه مفاجاه اباني، يعني في وقت لا لوتشا ديلا السيمافرو، في وقت لما الاشاره بتكون اسفولوكاري بتغير يعني او بتبدل بصه ديلا الفيردي ديلا الجلو، في الوقت اللي الاشاره بتبدل من الاخضر للاصفر، في الحاله دي ممكن الطفل يطلع يجري ويعدي بطريقه مفاجاه الطريق عند الاشاره، فانتبهي للموضوع ده. بعدها كواندو في سونو بامبيني فيرمي الا السيمافرو، برضك لو في طفل واقف عند الاشاره بيقول لك بزونيا وزاري برودينتي برودينسا، برضك مفروض ان انت بتنتبهي وبتبقي حذره في حاله ان كوانتو بتربري عشان ممكن اترافيرساري فوليتشامينتي هيعدوا بسرعه لاسترادا، الطفل هيعدي يطلع يجري بسرعه الطريق، انكي كون الرسو حتى لو الاشاره لونها احمر رينتراندو عشان فاكر كي دوري تروبو، يعني عشان فاكر ان مثلا الاشاره الخضراء دي هتاخد وقت طويل، فهو طلع يجري الطريق، ففي الحالة دي مفكر ان هي بقى الخضرة لسه شغالة وهي طبعا قلبت من الاخضر الاحمر، فهو مفكر ان هي هتطول يعني الوقت بتاعها، فطلع يجري بطريقة بسرعة فولتشامينتي يعني. طيب كواندو سي في سونو بامبيني فيرمي سول السيمافرو، برضك لو في طفل موجود واقف عند الاشارة بقولك بوزونيا وزاري برودينسا، برضك بتكوني منتبهة وحذرة بركي عشان بوي اكاداري كيسي سبينجنو، بيقولك عشان هما ممكن بيزقوا بعض او بيطلعوا يجري يعني ويدفعوا بعض كده، افيتشاندو في يندنو سلة الكراجات، يعني بيقولك بيدفعوا بعض او بيزقوا بعض زي ما احنا بنقول كده، بيطلعوا يجري ورا بعض مره واحده على الطريق في الحاله دي، فبيقولك انتبهي لما يكونوا هما واقفين عند الاشاره. كواندو في سونو بامبيني فيرمي سول الا السيمافرو، برضك لو في اطفال موجودين واقفين عند الاشاره بيقولك بزونيا اوزاري بوردينسا مفروض بتنتبهي بركي بتربري ستشيندري ديلا المارشا بيد، عشان هم ممكن ينزلوا من الرصيف اللي هم عليه فوق انفاداندو لا كاراجاتا، هينزلوا في الرصيف في المسار بتاع العربيات كواندو انكورا بير لورو السيمافرو تسبوستا الا الرسو، بيقولك في حاله حتى لو النور الاحمر لسه شغال في الحاله دي ممكن الاطفال ينزلوا من على المرشى بيدي اللي فوق دول وينزلوا في الطريق الكراجيتا بتاع العربيه، فانتبهي برضك للموضوع ده. طيب الجزئيه الاخرانيه الزرقاء دي المجموعه الاخرانيه بتقول الكونديتشنتي ديفي كونسنتيري، السواق لازم يسمح ده اونا دونا انيتشنتي لست حامل دي اترافيرساري لاسترادا، ان هي تعدي الطريق سنسا متري فريتا من غير ما انت تستعجليها، يعني ما تقعديش تزمري وتستعجليها وتقربي منها كده، لا هي حامل وماشية على مهلها فسيبيها تعدي بالراحة كده زي ما هي عايزة. بزونيا اوزاري ماتجوري بريدنسا مفروض ان انت بتنتبهي وتبقي حذرة، نيلا كونفورنتي تجاه ديلا لدونا ان ستاتو دي جرافيدانسا، الست برضك اللي هي حامل كي اترافيرسانو لاستراد، اثناء ما هي بتعدي الطريق برضك تبقي بالراحه وبشويش عليها. بزونيا اوزاري ماجوري بريدنسا برضك بتستخدمي حذر اعلى حذر وانتباه ليكي نيل كونفرنتي تجاه ديلا البيدوني تجاه الاشخاص كي اسبينجنو اونا كاروتسينا بير البومبين، الناس اللي هم اللي هو الكاريلو يعني الاطفال، الناس اللي هم بتزق الكاريلو
او البساطجينو بتاع الاطفال اثناء ما هم بيبقوا معديين الطريق. في الحاله دي لازم تكوني برودنسة تجاههم، يعني تبقوا منتبهه لهم جدا. بعدها بيقول كواندو سي باركيجاري اونا فيكولو، في حاله لو انت هتوقفي بالعربيه في الحاله دي بيقولك فيتاتو اسرتوري ايفنتوالي سيتشوفولي ديلا المارشا بيدي بير نون امبيديرلي الباساج. بيقولك في حاله لو انت هتوقفي العربيه يعني جنب الرصيف جنب المارشا بيدي دي، ما توقفوش في الحته دي، تمنعي انك توقفي عشان انت هتمنعي امبدارلي البدوني، هتمنعي الباساجو دي البدوني، يعني تمنعي انك ان المشاه يعبروا من المنطقه دي. كيس بين جانو اونا كاروتسينا بير البامبيني، اللي هم المشاه اللي هم بيزقوا الكاريلو او الباساجينو بتاع الاطفال. فبقولك لما تيجي تركني جنب الرصيف ده تمنعي ان انت تقفي في المنطقه دي، لان اللي بيزق الكاريلو او الباساجينو بتاع الاطفال ده انت هتعملوا لهم اعاقه ومش هيعرفوا يمشوا. ففي الحاله دي انتبهي اثناء ما انت بتعملي السوسته او بتوقفي العربيه باركيدجو في المنطقه دي. طيب بعدها بيقولك كواندو اونا بامبيني، في حاله لو في طفل ان ستاتو، عفوا يا جماعه مش شايفه والله، كواندو اونا دونا، لو في ست ان ستاتو دي جرافيدانس، لو في ست حامل اترافيرساري لا كاراجاتا، في الحاله دي هي بتعبر او بتعدي الطريق. بيقولك نوم بزونيا افيتشينارس تروبو، ما ينفعش ان انت تقربي العربيه منها قوي، كون الفايكولو بالعربيه يعني ما تقربيش منها قوي، بير ايفيتاري عشان تمنعي دي اسبافينتارلي اسبافينتارلا، عشان تمنعي ان انت تفزعيها او ان هي مثلا تتفزع تقف تولد على المعبر ولا حاجه تجيب لك مصيبه، فانت ما تقربيش منها وبعدي عنها خالص. طيب نقرا الجزئيه اللي بعدها نكمل الحته دي. بتقول كومي بزونيا كومبرتارسي كون البدون، ايه اللي مفروض اعمله او التصرفات اللي بعملها تجاه الناس اللي هما ماشيين، انا سايق العربيه وماشي اهو، ايه اللي مفروض اعمله تجاه البدوني؟ سي ديفي مولتو اتنسيوني، لازم دايما تكوني منتبهه جدا، اد اسري بروتينتي كواندو، تبقي مستعديه في حاله ايه البدوني، لو الاشخاص اترافيرسانو لا استرادا، لو هم هيعبروا الطريق ده بتكوني منتبهه لهم جدا. سوبرا توتو خاصه سي سونو انسياني، خاصه لو هم مسنين او عجيز او بامبين، او لو هم اطفال بيعدوا الطريق لازم تنتبهي للمشاه دول جدا. اتشي سونو بامبيني فيرمي فيتشينو، لو في طفل واقف قريب يعني، وناسي مفرو لو واقف جنب الاشاره. بعدها النوسترو فايكولو، بيقولك لو العربيه بتاعتك فيتشينو الا الفيرماتا ديلا الاوتوبوس، لو هي واقفه قريب من محطه الاتوبيس تشيسونو بامبيني، وفي اطفال في الحاله دي برضك انتبهي جدا ليهم، لان الاطفال ممكن بيجروا من ينزلوا من الاتوبيس ويطلعوا يجروا في وسط الطريق. النوسترا فيكولو، لو العربيه بتاعتي فيتشينو اد اونا باستاجو ريسيرفاتا التاكسي، ولو العربيه بتاعتي جنب موقف تاكسي قريبه منها تشيسونو بدوني، طبعا عند موقف التاكسي بيبقى فيه ناس ماشيه كتير في المنطقه دي، فبيقول انتبهي ليهم وهم ماشيين. ودي كلها الحاجات اللي قدامكم الصور وهم بيعدوا الطريق، انتبهي للاطفال، لو انت قريبه من الفرمته بتاع الاتوبيس هي ممكن اطفال تنزل منها، لو حد بيعدي الطريق في الحاله ديت معدين على الاستريتشا بدونالي طبعا انت تنتبهي لهم، لو حد قريب من الموقف بتاع التاكسي او الباركيدج اللي انتوا شايفينه ده فدايما برضك بتنتبهي. طيب نقرا الضمانتات يا جماعه، الحته اللي فوق دي لسه. بيقول نوم بصاري تروبو فيتشينو اد اونا اوتو باركيدجاتو، بيقولك ما تعديش قريب قوي من عربيه واقفه بركي، عشان ايه بتربري، ممكن نسكنداري اونا بدوني، عشان ممكن العربيه دي يعني مداريه او واقف وراها بدون واقف وراها شخص، ففي الحاله دي ما تقربيش قوي من عربيه واقفه باركيدج. طيب نقرا الجزئيه الضمانتات بتاعتها. بتقول اول واحده ان فيتشينانسا دي اون اترافيرسامنتو بودنالي، لما بتقربي قوي من معبر المشاه الكونديتشنتي ديفي كونسيدراري، لازم السواق يحط في اعتباره. بيقول لك كي البيدوني الشخص اللي هو معدي ده نيلا الاترافيرساري، يعني هيعدي على المعبر لاسترادا بوي ديفينتاري انسكواري ايه رينترانو، بقولك ممكن ان هو يرجع في كلامه يعني ويرجع لورا او يرجع تاني يعني مكان ما هو جه،
امبروفيزامينتي انديترو، يعني يرجع تاني بطريقه مفاجاه لورا. يعني انا مثلا معديه الطريق وماشيه اهو لقدام، هقوم جاي راجع مره واحده بطريقه مفاجاه لورا. فلازم السواق يحط كونسيدرار، يفتكر او يحط في اعتبار الموضوع ده. انفيتشنانسا دي اون اترافيرسامينتو بودونالي، لما بقى اقرب من معبر المشاه الكونديتشنتي ديفي كونسيدراري، برضك السواق لازم يحط في اعتباره كي البيدوني بتربي ان المشاه دول او الاشخاص ممكن فير مارسي امبروفيزامينتي سولا الاسترتش، ممكن يقفوا بطريقه مفاجاه على الخطوط دي، يعني مره واحده تلاقوهم وقفوا على الطريق على المعبر بتاع المشاه. فبرضك انتبه استريتش دل الاترافيرسامينتو بودونالي، يعني وقف على الخطوط دي. بعدها انفيتشنانسا دي اون اترافيرسامينتو بودونالي، لما بتقربي من معبر المشاه برضك. بعدها بيقول لك الكونديتشنتي دي في كونسيدراري، السواق لازم يحط في اعتباره، بيقول ان كي الفايكولو باركيتجاري، ان العربيات اللي واقفه باركيتجو ان بورسميتا دل الاستريتش، اللي هم واقفين قريبين من الخطوط اللي هي بتاع البدوني دي اللي بيعدوا من عليها، ام بيديسكنو بيحجبهم او بيدارهم لا الفيزولا ديلا البدوني، يعني بيحوش رؤيه المشاه. يعني في حد واقف ورا العربيه مشاه بدوني اهو، انا ما ببقاش شايفاه من العربيه اللي هي واقفه، هي بتحجب رؤيه الشخص اللي واقف ده.